أيها الغيورون، فيا أيها الغيورون على أمة الإسلام، يا من احترقت قلوبهم لآلامها في كل مكان، من على هذه الأرض نعم ما هذا الألم وما أصدقه على إيمانكم وحبكم لدينكم الإسلام، ولكن لا يبلغن بكم اليأس ما بلغه، فإن الذي أهلك فرعون وعادا وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع، والذي رد تتار ودحر الصليبيين وغيرهم، قوي حي باق معنا، قادر على أن يمزق شمل المتآمرين والمتحالفين من أعداء الإسلام ضد المسلمين، قادر على أن يبدد غطرسة الصهيونية العالمية ويحطم أصنام الصليبية الوثنية المعاصرة. وأنت أيها المسلم، إذا يا من ابتلاك الله في رزقك أو صحتك أو ولدك أو عشيرتك أو وطنك أو بلدك، وأنت يا من جهدك الدين والحاجة وهزمتك العلل وأخذ الموت هادم لذات أحبابك والأخيار من أصحابك، وعدت في أعين الكثيرين من الناس كالدرهم الزائف لا يقبله أحد، وأنت يا من سدت في وجهك منافذ الرزق وأبواب الحلال، وأنت هل نسيت رحمة الله وفضل الله؟ هل نسيت أن هذه دار امتحان؟ أن هذه الدنيا متقلب بين حزن وسرور وضيق وحبور، وأن العاقبة لمن اتقى، وأن الجنة هي المأوى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هل نسيت أن الدنيا دار البلاء، فمن سخط فعليه السخط، ومن رضي فله الرضا، وفمع الألم يصنع الأمل، وإذا حل الأجل انقطع العمل. فاللهم إنا نعوذ بك من اليأس والقنوط ومن العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تدمر أعداء الدين، وأن تنصر المجاهدين الذين يجاهدون لجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا والذين أشركوا السفلى. سبحان هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لك يا رب العالمين.